تفصلنا عن البرايم. البرايم الله يزينها، ما عاد الا كم يوم، مشت الايام بسرعه. طبعا انت تسال يا عبد الله تقول الشباب اليوم يعني يمكن تتداول في بالك وين الشباب كذا. اليوم كان عندنا تصوير مشهد قريب من القرية علشان شيء إن شاء الله توقع أنه يعرض إن شاء الله بإذن الله. ولا خلصنا إلا ممنوع 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 لا مو ممنوع مو ممنوع بس نبي نشوقهم مو ممنوع إيه و لا لا الساعة 8 نقل نص المعلومة وأنا بوقف كنت خلاص وقف هاك الساعة 8 رجعنا أو 9 ورقدوا دقيقة خلني أعطي الشباب من برا لا تعلموا حتى وين صورنا وين رحنا وين جينا ورقدوا الشباب نايمين أغلبهم وإن شاء الله نبي يقومون وأنتوا تعذرون وأبشروا بالخير ولبوا الله قلوبكم والله يجعلني فداكم ويجعلنا عند حسن ظنكم وإحنا بدونكم ولا شيء وأنتم فخمين مبدعين متعلقين في تي تلقى فاتح لبى الله قلوبكم. اسمع الان نسولف وياك شويات بعدين بنطلع هنا ونسوي مشهد زين. طيب كيف الاصبع حقتي؟ تقول كانها كفر صح؟ لا والله اسطوريه. والله؟ اي والله. خليني اشوفها بالمظله بالمظله بالمرايه بال ايوه. مظله صاعقه. مظله صاعقه تدخل سريع. تعال الطم املحي لطم وين 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 تعال هنا في عيش تعال